الاحتياط تتواصل الانطلاقات. أعلنت منذ لحظات انطلاقة الشوط 17 الخاص بفئة القعدان الجذاع المحليات الأصايل مسافة 6 كيلومترات الحاضرة معنا هنا في عاصمة ميادين السباق في ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة وفي جائزة زايد الكبرى. نسير هنا مباشرة إلى المقدمة إلى الصدارة إلى الانطلاق الأول والتحديات الأولى. مشاهدينا متابعينا الكرام لنتعرف على الصدارة طاغير سيد ناصر بن مبخوت بن سهيل بن حريك المنهالي من يقدم لنا طاغي على أول التحديات ليكون أول الباحثين عن الناموس وعن الفوز والانتصار. بينما نقلتنا إلى المركز الثاني لنتابع ثاني التحديات مياس راشد بن مرشود بن راشد المنصوري من يصل على مستوى المركز الثاني وثالث التحديات هملول حمد بن عبيد بن مبارك بن عبيد الاكتبي من يقدم لنا هملول وأيضا الوصول هنالك محمد بن راشد بن سالم بن خلفان الكعبي من يقدم لنا انطلاقة سراب الواصل في هذه اللحظات والمنطلق على مستوى المركز الثاني المتسلل بدوره إلى ثاني التحديات. رابع المراكز المركز الرابع شاهين سالم بن علي بن طناف الدرعي من يتقدم على مستوى المركز الرابع وخامس التحديات لابق علي بن محمد بن البحري بن نوبي العامري من يقدم لنا انطلاقة لابق المركز السادس التقدم والانطلاق مع حشر خالد بن عبد الله بن بدر بن سعيد العامري من يتقدم الآن على مستوى المركز السادس وسابع التحديات عالي محمد بن علي بن سعيد الاكتبي من يقدم لنا انطلاقة عالي وأيضا هنالك الوصول مع النشمي سالم بن سعيد بن غدير الاكتبي من يقدم لنا انطلاقة النشمي بينما المركز التاسع الذيب سهيل بن محمد بن سالم المقبالي من وصل وتقدم على مستوى المركز التاسع بينما المركز العاشر مشاهدينا متابعينا الكرام شاهين سعيد بن ياسر بن علي العفاري هو الواصل على مستوى المركز العاشر. هكذا هي النتيجة للعشرة المراكز الأولى في ندائنا الأول لهذه الأسماء وهذه الشعارات. عودتنا إلى المقدمة عودتنا إلى الصدارة ومع انتصافنا لمسافة 6 كيلومترات 3 كيلومترات انقضت وتبقى مثلها 3 كيلومترات والمقدمة والصدارة والانطلاق الأول والتحديات الأولى مع لابق علي بن محمد البحري بن نوبي العامري من يقدم لنا لابق على أول المراكز وأول التحديات بينما المركز الثاني هملول محمد بن عبيد بن مبارك بن عبيد الاكتبي من يقدم لنا هملول والمركز الثالث الفارس حمود بن محمد بن الحوتة العامري من يحمل الرقم 1 وأول نداء انطلاقة الفارس حمودة بن محمد بن الحوتة العامري من يتقدم الآن على مستوى المركز الثالث بينما المركز الرابع القدوم حشر خالد بن عبد الله بن بدر بن سعيد العامري من يقدم لنا حشر الواصل على مستوى المركز الرابع بينما المركز الخامس شاهين سالم بن علي بن طناف الدرعي وسادس التحديات الذيب سهيل بن محمد بن سالم المقبالي والمركز السابع المركز السابع القادم بشعار خليفة بن جمعة بن عتيق الرميثي من يقدم لنا هذا الاسم على مستوى المركز السابع وثامن التحديات والانطلاقات النشمي سالم بن سعيد بن غدير الاكتبي من يقدم لنا النشمي والمركز التاسع مشاهدينا متابعينا الكرام هنالك شايم سيف بن محمد بن عبد الله الراشدي والمركز العاشر نختم به نداء سراب محمد بن راشد بن سالم بن خلفان الكعبي هو القادم على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة
للعشرة المراكز الأولى، العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، لمن الناموس ولمن الفوز والانتصار. التحديات مع لابق، لابق على الصدارة، علي بن محمد البحري بالنوبي العامري من يقدم لنا لابق المسيطر على المركز الأول، ولكن وصلت الشعارات، وصلت الأسماء، بدأ التقدم، بدأ الانطلاق، وبدأ التنافس. مشاهدينا متابعينا الكرام، مع هذه الأسماء المميزة، هملول للسيد محمد بن عبيد بن مبارك بن عبيد الاكتبي من يقدم لنا هاملول، وايضا الواصل حشر خالد بن عبد الله بن بدر بن سعيد العامري من بدا يتقدم الان، وهنالك ايضا الفارس حموده بن محمد الحوته العامري من بدا يتقدم الان ويعلن عن حضوره المميز، من يحمل الرقم واحد يبحث عن المركز الاول. القادم هنالك الترش خليفه بن جمعه بن عتيق الرميثي من يتقدم الآن، من يعلن عن حضوره وعن تواجده، ولكن صدارة هذا الشوط الانطلاق الأول بالنوبي، بالنوبي من يقدم لنا لابق، 1200 ما تبقى عن نهاية هذا الشوط، لابق على المركز الأول. علي بن محمد البحري بالنوبي العامري من يقدم لنا لابق على المركز الأول. المركز الثاني الفارس حموده بن محمد بالحوته العامري، والمركز الثالث، ثالث التحديات والانطلاقات، خليفة بن جمعة بن عتيق الرميثي من يتقدم الآن على مستوى المركز الثالث مع انطلاقة الترش. المركز الرابع هملول محمد بن عبيد بن مبارك بن عبيد الاكتبي قادما، وأيضا هنالك الوصول مع حشر خالد بن عبد الله بن بدر بن سعيد العامري، ولكن العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى التحديات الأولى، إلى الانطلاقات المثيرة. جولة التحديات 500 متر الأخيرة والخطيرة، لابق والترش، الترش ولابق، لمن الناموس، لمن الفوز والانتصار، شعار الرميثي وشعار بالنوبي، بالنوبي على المركز الأول، ولكن الترش، الترش من الجانب الأيمن، خليفة بن جمعة بن عتيق الرميثي من ينطلق على المركز الأول وينطلق بناموس هذا الشوط. يا سلام بهذا الأداء الكبير، سلامي لمالك الترش خليفة بن جمعة بن عتيق الرميثي على هذا الفوز والانتصار، لحظات وصوله إلى خط النهاية، معلن هذا الناموس الغالي، تهانينا والناموس لمالك الترش خليفة بن جمعة بن عتيق الرميثي. المركز الثاني هملول محمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي، والمركز الثالث وصل لابق علي بن محمد بالبحر النوبي العامري، والمركز الرابع، المركز الرابع الفارس حمود بن محمد الحوته العامري، والمركز الخامس، المركز الخامس حشر خالد بن عبد الله بن بدر بن سعيد العامري. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط، تهانينا والناموس لمالك الترش خليفه بن جمعه بن عتيق الرميثي على هذا الفوز والانتصار. هنا لحظات الإعادة، لحظات الفوز والانتصار، ولحظات التوقيت الزمني من مسافة 6 كيلومترات. التوقيت الزمني 9 دقائق 2 ثانية بالوفاء والتمام والكمال، تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني كان الوصول على ثاني التحديات مع هملول محمد بن عبيد بن مبارك بن عبيد الاكتبي قاطع مسافة 6 كيلومترات 9 دقائق 4 ثواني وجزء واحد من الثانية، تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث لابق علي بن محمد البحري بن نوبي العامري من وصل على المركز الثالث 9 دقائق 4 ثواني 4 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين مشاهدينا ومتابعينا الكرام.